يرى كثير من المتابعين لتطورات معركة الموصل أن الدور المتزايد لميليشيات الحشد الشعبي في هذه المرحلة الحاسمة من المواجهة مع داعش هو انعكاس لرغبة في البقاء تحت دائرة الضوء وربما الإعداد لمرحلة ما بعد الموصل. ورغم ما أثره الحشد الشعبي من جدل وتحفظات لدى منظمات أهلية ودولية بشأن تجاوزات خطيرة وتصرفات مذهبية وطائفية لبعض عناصره، إلا أن ما يثير التساؤل هو الدور الذي سيلعبه هؤلاء بعد التخلص من داعش. هل سيتم حل الميليشيات بمختلف تياراتها ومرجعياتها أم سيتم تكليفها بأدوار جديدة؟ وما أثر كل ذلك على الساحة السياسية والأمنية في العراق؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد رئيس كتلة العمل النيابية عبد القهار السامرائي، ومعنا من بغداد أيضا الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية محمد العقيلي. بإمكانكم مشاهدينا المشاركة معنا في الحوار بإرسال أسئلتكم وتعليقاتكم إلى موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي أستاذ عبد القهار، سأبدأ معك، مساء الخير. دائما الحديث يعني موجود عن الحشد ودور الحشد الشعبي في المعارك الجارية، خاصة الآن معركة الموصل. البعض يتحدث عن إنجازات حققها الحشد في هذه المعركة في الآونة الأخيرة، عدد من القرى تم تحريرها في قضاء الحضر. يعني ما هي الاعتراضات على هذه المشاركة إذا كانت أولا ناجمة عن أوامر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، وثانيا إذا كان بالفعل هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع؟ مرحبا بكم وبجمهوركم الكريم وبضيفكم الكريم. بالتأكيد لحد الآن معارك التحرير في الموصل وبخاصة المناطق اللي يتحرك بها الحشد الشعبي لم نسمع شكاوي واضحة تدور في تلك المناطق، على الرغم ما حصل في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالة من وحزام بغداد وجرف الصخر من انتهاكات أشرت بشكل واضح. لكن لحد الآن في معركة الموصل ربما لم يدخل الحشد الشعبي أيضا مواجهة مباشرة مع داعش في المدن لكي يتم تمييز الوضع وقراءته بصورة دقيقة. القيادة العامة للقوات المسلحة أبعد الحشد الشعبي من الدخول في معركة الموصل بشكل مباشر، ومن يحرر الموصل اليوم هو القوات يعني بإشراف التحالف الدولي من الجو على الأرض بمكافحة الإرهاب، قوات مكافحة الإرهاب المهمة وأيضا الشرطة الاتحادية. بالتالي الحشد الشعبي اليوم لم يدخل معركة داخل المدن بهذا الشكل ولم يسمح له حقيقة بهذا الأمر. المناطق التي حررت جنوب الموصل وغرب الموصل هي قرى أغلب الحشد الشعبي اللي يتحرك بها هم من أبناء هذه القرى، بالتالي الحشد اللي يشكل الفصائل السياسية المسلحة لم يدخل معارك واضحة في معركة الموصل لحد الآن. أستاذ محمد مرحبا بك معنا. أولا هل بالفعل التصرف والسلوك والنهج الذي اتبعه الحشد هذه المرة مختلف عن المناطق الأخرى التي أشار إليها الأستاذ عبد القهار قبل قليل في صلاح الدين، في الأنبار، في ديالا؟ وإذا كان هذا بالفعل ما هو السبب برأيك وراء ذلك؟ شكرا جزيلا أستاذ مهند وإلى ضيفكم وإلى جمهور قناتكم الموقرة. يعني أستاذ مهند طبيعة المعارك الآن مع تنظيمات إرهابية كتنظيم داعش تحتاج إلى قوة عسكرية تكون غير القوة العسكرية النمطية المتعارف عليها في الحروب التقليدية. فبالتالي عندما سيطرت هذه التنظيمات الإرهابية على أجزاء واسعة من العراق وكذلك بقية بلدان، لابد التفكير بحلول، التفكير بالحلول الناجعة من الممكن أن تدرأ المخاطر عن البلد. فكانت فكرة الحشد الشعبي تولدت من هنا، يعني بعد أن عجزت القوات يعني النظامية العراقية على يعني صد هجمات داعش كحرب عصابات، لابد التفكير بالبديل، فكان هناك بديل. نعم أتفق مع كل من يقول أن هناك بعض الخروقات، لكن هذا ليس بالتعميم. أولا لا توجد استراتيجية أن تكون هناك خروقات، ولا توجد استراتيجية أن تكون هناك انتهاكات، لربما من بعض الأطراف بحكم الظروف الضاغطة والأجواء الضاغطة
على البشر الموجود في العراق كبعد تطرفي، بعد يعني شكل بعض الحالات الانتقامية إلى بعض الأشخاص وهي لا ترتقي إلى مستوى الجماعة، بل كانت هناك حالات أفراد. في قبال ذلك كانت هناك أوامر مشددة من القائد العام للقوات المسلحة بتتبع المتجاوزين، يعني مثل هكذا انتهاكات. أمر آخر، هناك يعني رصد ميداني من قبل منظمات دولية كانت موجودة مع سير تقدم العمليات، إذا كانت مع القوة النظامية العراقية أو مع الحشد الشعبي. فبالتالي هناك يعني لا توجد يعني كحالات بقدر التضخيم الإعلامي الذي ضخم. أمر آخر، المعركة الآن أستاذ مهند في شقان، الشق الأول معركة داخل المدن، والمعركة الأخرى هي في المناطق المفتوحة الصحراوية. بالتالي عندما أحدثت يعني هناك تكاملية في القوة العسكرية العراقية، لابد من أن يكون هناك تصنيف إلى القوة العراقية، قوة تقاتل متخصصة الشوارع والمدن وحرب العصابات، ويفترض أن تكون هناك قوة راجلة يكون فيها المشات، والعرف العسكري هنا يقول أن المشات هو سيد الصنوف. فبالتالي الكثافة البشرية للحج الشعبي يطلق عليها صنف المشات، تستطيع أن تهاجم وتستطيع أن تمسك الأرض. فبالتالي المناطق المفتوحة والمحور الغربي الذي أوكلت مهمة الحج الشعبي له، ليس لأنه الحج الشعبي لديه خروقات ولا يدخل المدن، لكن طبيعة المعركة تحتاج إلى تشكيلات مثل تشكيلات الحج الشعبي أوكلت لها هذه المهمة الصحراوية الكبرى، وهي مهمة شاقة يعني من حيث المسافات، من حيث يعني المناطق التي هي في عمق الصحراء، هذه تحتاج إلى طبيعة خاصة، فلذلك أوكلت المهمة إلى الحج الشعبي في هذه المناطق. أستاذ عبد القاهر، ما رأيك، هل بالفعل يعني القوات النظامية عجزت عن تحقيق تقدم ميداني كما أشار الأستاذ محمد قبل قليل، وبالتالي كان هناك ضرورة لوجود ومشاركة قوات الحشد؟ يعني البعض يعتبر الحشد قوات حديثة نسبيا، ما الذي يجعلها تتفوق من حيث الأداء على القوات النظامية؟ يعني لو أتينا بالتسلسل، تسلسل الأحداث التي أنشئ بها الحشد الشعبي، بالنتيجة عند انهيار الجيش العراقي وانسحابه من الموصل وانهارت المحافظات الثلاثة بعده، وصل داعش، تنظيم داعش الإرهابي بفعل هذه الانهيارات إلى مشارف بغداد، وهذا حقيقي. وجود فصائل سياسية مسلحة مدربة بشكل أساسي انخرطت بشكل مباشر مع فتوى مرجع السيد السيستاني بضرورة الجهاد الكفائي، جعل هنالك قوة متطوعة من الشعب بشكل واضح، وأهمتها هو الدفاع عن هذه المناطق والدفاع عن ومحاولة صد تنظيم داعش الإرهابي. الفصائل السياسية المسلحة دخلت ضمن هذا الموضوع، دخلت ضمن هذا المحاور، وشكلت قوة صيد وقوة ممانعة وقوة محاولة ابتداء بعملية التحرير. مع استمرار الوقت هذه القوات عملت طبعا ببداية تشكيلها بعشوائية كبيرة، ولكن لحد الآن لم تضبط مثل ما تم وصفه في القانون الحشد الشعبي. هناك فرق كبير بين القانون وبين ما يطبق على أرض الواقع لحد الآن. في ظل هذه الفترة تزايدت قدرات القوات العراقية المسلحة، واليوم معركة تحرير الموصل بامتياز هي معركة قوة مكافحة الإرهاب في الجانب الأيسر من الموصل، كانت معركة نظيفة جدا لا تشابه المعارك التي خاضها الحشد الشعبي، لا من حيث طبيعة السلوك ولا من حيث طبيعة التعامل ولا من حيث طبيعة وجود المواطنين. المناطق التي حررها الحشد الشعبي بالفترات الماضية كانت مناطق نازحة لا يوجد فيها مواطنين، قليل من جدا من المواطنين كانوا في المناطق التي حررت في محافظة صلاح الدين على سبيل المثال، بينما في معركة تحرير الموصل جانب الأيسر بشكل أساسي كان هنالك مواطنين موجودين تم تحريرهم من بطش داعش وإجلائهم وإيواءهم من قبل قوة مكافحة الإرهاب. تميزت قوة مكافحة الإرهاب في تلك الفترة الأخيرة بأنها تقاتل وتنقذ وتؤوي بوقت قياسي. الحشد الشعبي بالطبيعة يمتلك قوة إعلامية كبيرة جدا، وهي قوة
ليست بالسهلة، بينما القطاعات الأخرى المنافسة ربما منافسة في جانب المحاربة داعش كقطاعات عسكرية قوتها الإعلامية بسيطة لا تتناسب مع ما تنجز على أرض الواقع. بطبيعة الحال ما نرغب به في الوضع الحالي هو عملية تطبيق القانون بشكل واضح. الدولة بدأت تتقوى ولكن لا نرى انعكاسا لهذه القوة على مقدار ضبط الفصائل السياسية المسلحة أن تمارس دورا سياسيا في نفس الوقت تمارس دورا قتاليا. هذا الذي يقلقنا في الفترة القادمة في أن تتحول. طيب هذه نقطة جيدة لننتقل بها كما نشاهد اليوم أستاذ عبد القهار إلى يعني هذا المحور بالتحديد، دور الحشد الشعبي المتوقع بعد تحرير الموصل وبعد يعني تطهير البلاد من داعش، ما هو الدور المتوقع أستاذ محمد برأيك لفصائل الحشد؟ هل أصبحت الآن جزء من المؤسسة العسكرية العراقية وبالتالي ستستمر بلعب هذا الدور، أم أن دورها سيختلف في مرحلة ما بعد داعش؟ ما هو التصور من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد سوف تكون هناك المرحلة ما بعد الموصل أو ما بعد داعش، المسألة الأولى سوف تكون باتجاه تعديل القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب العراقي باتجاه الحشد الشعبي. يعني قد يكون للقائد العام للقوات المسلحة رؤية في الحشد الشعبي تختلف عن الرؤية التي هي في حالة القتال الآن الموجودة. يعني من جانب آخر لربما يكون هناك يعني تسوية، بعض التسوية السياسية مع الأطراف المعترضة على قانون الحشد الشعبي، فبالتالي لربما يكون هناك تعديل على قانون الحشد الشعبي بالاتفاق السياسي بين كل الكتل السياسية الموجودة داخل البرلمان العراقي. تعديل بأي اتجاه؟ الجانب الثاني يعني من الممكن أن تكون هناك الحشد الشعبي، نعم هي مؤسسة تابعة إلى الدولة العراقية، لكن التعديل ربما سوف تدمج هذه المؤسسة بالمؤسسات العسكرية الأخرى كوزارة الدفاع. هذا جانب يعني جانب جدا مهم ويبحث عنه يعني القادة يعني السياسيين من الكتل السياسية المعترضة على قانون الحشد الشعبي أو لديها تحفظ على قانون الحشد الشعبي. هذا جانب. الجانب الثاني، المعركة لن تنتهي مع داعش، قد تنتهي المعركة عسكريا لكن تبقى التحديات أمنية وثقافية. لربما تكون هناك خطط ممنهجة لدى الحكومة العراقية أن تستفد وتستثمر هذا الزخم البشري الذي هو تطوع لخدمة البلد. من الممكن أن يشترك في عملية المصالحة المجتمعية، لذلك هناك يعني تقبل كبير من قبل أهالي المناطق التي كانت تحت وطأة داعش إلى الحشد الشعبي، عكس ما كان يهول لها إعلاميا بأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أتت إلى الانتقام بعد أن حررت ووجدوا. لا واضح أن هناك تغيير يعني أستاذ محمد في التصرفات في السياسة في المنهجية بالنسبة لقوات الحشد الشعبي الآن مقارنة مع ما جرى في الماضي. هناك يعني أحداث موثقة وتصرفات موثقة قام بها الحشد أثارت الكثير من الجدل، ومن هنا الخوف أنه إذا استمر الحشد بوجوده العسكري وهو أذرع مسلحة لتيارات سياسية، هذا قد يشكل خطورة ليس فقط ميدانيا ولكن أيضا على العملية السياسية برمتها. ما رأيك في ذلك؟ أستاذ مهند، هناك قانون أو مجموعة قوانين تفصل ما بين العمل العسكري والسياسي، يعني كل من لديه عمل عسكري لا يمكن له الاشتراك في العمل السياسي. نعم يبقى التداخل موجود، أنا لا أنكر هذا، عمليا منطقيا لا يمكن الفصل تماما 100%، لكن باستمرار الوقت من الممكن أن يكون هناك الفصل، من الممكن أن تكون التدريبات، من الممكن أن تكون البرامج الممنهجة على مؤسسة الحشد الشعبي، من الممكن أن تفضي إلى أن تكون هناك يعني إذابة إلى النقاط التي تخيف الآخرين أو التي لربما تشكل تحدي في نظر الآخرين. هذا جانب جدا مهم، من الممكن أن تكون هناك يعني اندماج كامل بفصل السياسة عن العسكر. وقانون الحشد الشعبي وقانون الانتخابات والدستور العراقي يحتم على عدم مشاركة العسكريين في العملية السياسية. لربما سوف تتغير العناوين إلى بعض الأشخاص إلى بعض الكتل السياسية، لكن بالنتيجة هي هناك قوانين تطبق. نعم قد تكون المرحلة وقتية، لكن ما ممكن لدولة مرت بظروف
كظروف التي مرت على العراق والعراقيين أن تصبح نموذجية بتطبيق كل القوانين وتطبيق كل ما هو يفضي إلى يعني تقبل الآخرين به. فبالتالي نحتاج إلى مرحلة من التدريج، يعني كما تقول في المثل الإنجليزي step by step، حتى نصل إلى حالة المقبولة لكل الأطياف العراقية. نعم الحج الشعبي أدى دورا كبيرا، الحج الشعبي هو اليوم يمثل الحالة التكاملية إلى بقية القوة المسلحة العراقية. المعركة لن تنتهي بعد، يعني من الممكن لا نسلم بأنه خلص داعش انتهى من الموصل أو بعض المناطق، لا لا، قد يكون داعش ما بعد داعش أسوأ من داعش. طيب. لكن يفترض أن نوظف هذه الطاقات، نوظف هذا الزخم إلى ما بعد داعش. أستاذ عبد القهار، مسألة الفصل بين العسكري والسياسي، هل هذه مسألة واقعية في 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 ضوء ما نعرفه عن المشهد السياسي اليوم في العراق؟ البعض يقول إنه الحشد الشعبي سيبقى سواء كان هناك معترضون أم لا، سيبقى لأن الأمر ببساطة لا يرتبط فقط بما يجري في العراق، ولكن يرتبط برغبات وبإرادة إيران في المقام الأول. ما رأيك في ذلك؟ يعني نجيها بالتسلسل. طبعا قبل أن يوجد الحشد الشعبي وقبل وجود داعش كان هنالك قوات أمنية عراقية، جيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية. يعني مع الأسف جميع هذه القوات ربما لديها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على العملية السياسية بشكل عام، وهذا ولد قلق بين المواطن وبين هذه القوات، وطبيعة التعامل كانت مختلفة عن اليوم بالفترة الماضية. وجود الحشد الشعبي اليوم المشكل خلينا نقول بتنوع ثلاث توجهات أساسية. حشد شعبي مرتبط بمرجعية السيد السيستاني، المرجعية العراقية، هذا أيضا لديه توجه. حشد شعبي مرتبط بمرجعية السيد الخامنئي، هذا توجه إقليمي وليس فقط توجه محلي، ويستمد الفتوى مالته من خارج البلد. حشد شعبي تشكل نتيجة لفتوى السيد السيستاني وهب مواطنين شالتهم الغيرة والحمية للدفاع عن وطنهم. هؤلاء هم محل الاعتبار من كل العراقيين بشكل أساسي، والدماء التي نزفت على أرض الوطن من هؤلاء ومن غيرهم محل تقدير جدا، ولكن بالأخص من هؤلاء الوطنيين من أبناء الوطن محل اعتبار، ويقبل الشعب العراقي والسياسيين بأي مصلحة تصل إلى هؤلاء. أما من يعني امتهن الفصائل السياسية المسلحة في البلد، لحد الآن لم يتم تطبيق قانون الحشد الشعبي على الرغم من معارضة أطراف سياسية لهذا القانون وشعورها بالحيف منه. لكن لحد الآن هذا القانون لم يطبق بشكل واضح، لا زالت الفصائل كل منطقة مسمات باسم الفصيل المسلح، وهذا الفصيل المسلح هو يتحكم أمنيا بهذه المنطقة بطبيعة التقدير لمقدار زخم القوات الجيش العراقي وقيادة العمليات من قوتها وضعفها. فإذا تواجدت قيادة العمليات قوية ممكن أن يكون مقدار القوة متباين، إذا كانت قيادة العمليات ضعيفة وتعدادها ضعيف وقيادتها ضعيفة، بالنتيجة الحشد الشعبي يكون أقوى من هذه القوات الموجودة. لحد الآن لم نجد تطبيقا واضحا للقانون. نسمع هنالك يعني وثائق تكتب، طبيعة التشكيل الهيكلية، لكن على أرض الواقع لم نشاهد هذا انعكاس. هذا يقلق المواطن، وبالأخص عندما نجد أن هنالك حسب كلام محافظ صلاح الدين وكلام الذي نشعر به من المواطنين أن هنالك على الأقل في صلاح الدين أكثر من 3000 مخطوف من قبل القوات الأمنية التي حررت هذه المحافظة، والاتهامات موجهة إلى فصائل داخل الحشد الشعبي. لم نجد إجابة واضحة على هذا الموضوع، ولم نجد إجابة واضحة على إطلاق سراح هؤلاء. بالنتيجة هذا يولد قلق مجتمعي على طبيعة التعامل مع هذه القوات مستقبلا، والسياسيين أيضا يقلقون من مستقبل هذه القوات على وجودها في هذه المناطق دون أن تكون إرادة للحكومة منضبطة بشكل أساسي. نتمنى على الأقل في هذه الفترة جدية تطبيق الحكومة في تطمين المواطن وتطمين الكتل السياسية والإدارات المحلية على سلوكيات هذه القوات بما ينسجم مع إعادة الحياة المدنية، من ثم نأتي على عملية
تغيير القانون وعملية الدمج وما إلى غيره، هذا تحتاج بحث آخر. لا ننشغل بمسألة التصريحات الخارجية، الإدارة الأمريكية ماذا تريد، الإدارة الإيرانية ماذا، ما هو تصورها. المهم إحنا نحن في الداخل نستشعر أن الحكومة غير قادرة لحد الآن عفواً على الضبط طبيعة الحراك الموجود الأمني داخل هذه المناطق. بالتالي نحن نطلب من الحكومة تطبيق القانون أولاً، إشعار المواطن بالأمن، طبيعة وجود حالات إيجابية كبيرة موجودة في مناطق متعددة، لكن وجود النشاز يقلق حتى الحالات الإيجابية الموجودة، مع النظر بالاعتبار إلى أن المواطن الذي أتى من جنوب العراق لتحرير هذه المناطق ونزف دما ومحل تقدير لكل أبناء العراق، لكن من يسيء إلى سمعة الحشد الشعبي بسلوكيات سياسية أو سلوكيات منهجية يحاول كسب الأرض أو كسب الصوت الانتخابي أو استحواذ على أموال ومقدرات هذه المناطق، هذا ما يقلق الشعب في هذه المناطق ويقلق الإدارات في طبيعة الأزمة بعد عمليات التحرير. ربما هنالك من يتكلم أننا هذه القوات لو رجعت إلى مناطقها سوف تحاول السيطرة والنفوذ على هذه المناطق، بالتالي يحاولون دفعها وإبقائها في هذه المناطق. نحتاج إلى تطبيق القانون وإعادة تصور واضح للعملية السياسية في ظل وجود قوات تشكلت، هي بالفعل أصلا تشكلت قبل داعش، لكن تزايدت قوتها مع الحاجة إليها. في تلك الفترة تحتاج إلى تهذيب، تحتاج إلى إعادة تشكيل، وتحتاج إلى ضبط أيضا لكي فعلا نذهب إلى الاستقرار من دون مجاملة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد القهار السامرائي، رئيس كتلة العمل النيابية، كان معنا من بغداد. وشكرا لضيفنا من هناك أيضا الأستاذ محمد العقيلي، الكاتب والباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. شكرا لكم.